نبتة تشبه الرمان بأغصانها وأوراقها، تسمى أيضاً باليرناء والرقان. لونها أخضر وعند نضجها تتحول للبني. يتخذ من ورقها خضاب أحمر، أوراقها بيضاوية بطول 3 إلى 4 سنتيمترات. تنبت فيها أزهار بيضاء وبنفسجية، ومنها تصنع عطور بروائح مميزة. تنمو في بيئة حارة وتستعمل في تزيين الأيدي وصبغ الشعر وعلاج الجروح. يعود أصلها إلى قبل 9000 عام منذ عصر الفراعنة. يستعمل العامة كلمة الحنة لوصف الحناء، وهو استعمال مغلوط، فالحنة تعني رقة القلب. هناك طقس قبل الزفاف يسمى يوم الحناء، وهو يوم تطلى فيه كفا العروس وقدماها قبل يوم العرس. تحتوي الحناء على مواد مقاومة للفطريات والجراثيم البكتيرية، وهي علاج فعال للقشرة ومشاكل البشرة.